لو الحكاية فيها إن فيبو. أنا عبد الباسط الحزامي من قرية كفر سنابس محافظة المنوفية. أول حاجة أنا كنت فرحانة جدا أول لما عرفت الخبر، ما كنتش مصدقة نفسي، بس برضه كان في شوية قلق برضك على أصحابي عشان عايزة أعرف مدركيهم برضك عشان أطمن عليهم زي ما اطمنت على نفسي. عايزة أثبت وجودي في المجتمع وأقدر لغيري ما أعملوش اللي أنا أعمله في العيلة. وغير كده أصلا أنا كنت خالي كانت بتشجعني، ولاد خالي كلهم كانوا بيشجعوني في البيت عشان أبقى حاجة. لا الصراحة أبويا ما كانش بيخلي من أي حاجة، كنت أي حاجة بطلبها كانت بتنفذها على طول، فده ما كانش عائق يعني. هو كان بيوفر لي أي حاجة وبيحاول كل السبل اللي هو يحقق اللي أنا عايزاه. كانت بتواجه صعوبات أو حاجة في الدراسة؟ يمكن شوية مشاكل مع المدرسين أو برضك الأهل ما كانوش قاعدين معايا أو كده. أنا اللي هما كانوا قاعدين هنا وأنا كنت قاعدة هناك لوحدي، بس هما كانوا أخوالي وكده كانوا بيحاولوا يصبروني وكده وكانوا بيطلعوا مني المشاكل دي. برضك صحابي كانوا دايما واقفين جنبي، ما كانش في حد بيسيبني لما أبقى زعلانة أو كده، كانوا بيطلعوني من الجو اللي أنا فيه. كنت بتذاكري كام ساعة في اليوم؟ عادي في متوسط الوقت اللي انا ببقى فاضيه فيه، يعني ما بين الدروس في الوقت اللي انا ببقى فاضيه فيه برضك ممكن ساعات كنت بقلل في وقت النوم، بس برضك عادي. انا كنت بمارس الهوايات بتاعتي عادي، اسمع تلفزيون ونطلع بنتكلم مع اصحابي كده عادي. بتوصل لحوالي 1000 جنيه في الشهر دروس بس؟ لا دروس ومصاريف واكل وشرب وكده. عبد الباسط عبد الفتاح الساحل مبسوط بقى ان شاء الله، ربنا دعيت لها وبصلي وبدعي ربنا يكرمها ربنا يصلح لها الحال. ما توقعتش والله، انا اتفاجئت بيه. زي ما انت شايف انا قاعد هنا مرتب 500 جنيه في الشهر، بمسح عربيات وامسح سلم زي ما انت شايف. كنت كان السلم وجاه بقوم الساعه 5:30 اعمل امسح عربيات وبعمل محل الواحد جزار بمسح له المحل عشان افضل المصروف. لازم اعمل غصب عني، لازم كل اول شهر طب فلوس الدروس وما بتروح لها بقى في نوبه في نص الشهر ونوبه في اول الشهر. كنت شغال في الاول في الخرسانه في البلد، فهي عايزه اكمل تعليم والشغل في البلد ما كانش مجاوب معايا. فجيت دورت على عمر هنا، كانت في ثانيه كانت في اولى سنه، جيت دورت على شغل هنا وربنا سهل. نجاح محمد عبد المنعم فرحانه قد الدنيا، المكنس جنبه لوحده، وكنت من اول السنه وانا حاسه ان ربنا هينجحها برضو، حاسه ان احنا بعيد عنها وبروح لها كل شهر وبدا عني بتدعي لها بالنجاح هي زيها واللي معاها، عشان هي ما فيش الا هي حته عيله، وعشان شغلنا ما فيش انا الشغل في البلد والحاجه، وكان عشان نساعدها عشان توصل للي هي فيه.